وإلى متابعة الأخبار العالمية. أعلن نادي مانشستر يونايتد غياب نجم الفريق الفرنسي بول بوجبا المواجهة هدرسفيلد تاون اليوم السبت في إطار مباريات دور 16 في كأس الاتحاد الإنجليزي. بسبب المرض ويحل الشاب الاسكتلندي أثيان هاملتون لاعب فريق الرديف مكانه في القائمة. ويعد هذا الظهور الأول لهاملتون مع الفريق الأول للشياطين الحمر بعد أن أشاد به البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق. أكد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي غياب لاعب خط وسط الفرنسي تيموي باكايوكو عن مواجهة برشلونة المرتقبة مساء الثلاثاء المقبل ضمن ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا. وقال كونتي في تصريحات صحفية: للأسف باكايوكو لن يتمكن من اللحاق بمباراة برشلونة بسبب الإصابة. وانتقل باكايوكو إلى تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من موناكو. يواجه ريال مدريد الأسباني ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان أزمة خانقة قبل مباراة العودة أمام باريس سان جيرمان المقرر لها 6 مارس المقبل في ثمن نهائي بدوري أبطال أوروبا. وأشارت صحيفة ماركا إلى أن الفريق الملكي سيخوض 5 مباريات في الدوري الأسباني اعتبارا من مواجهة ريال بيتس غدا الأحد بملعب بينيتو. ولفتت إلى أن المباراة الرابعة الأخرى سيخوضها خلال 10 أيام حيث سجل ضيفا على ليجانيس واسبانيول يومي 21 و27 في الشهر الجاري، ثم يستضيف ديبور تيفيو الأتيس وختافي في 24 فبراير الحالي و3 مارس المقبل.